مالك يا عبدو، مالك فيه يا جدع؟ مخنوق ليه كده يا عم؟ يعني انت شايف شحالني؟ الدنيا قفلت علينا من جميع الجناب يا صاحبي. بكره ربنا يفرجها بس بالحلال يا صاحبي. يا عبدو ربنا يسترها ان شاء الله. عبدو كلمني. عملت ايه في اللي قلت لك عليها؟ بص يا عبدو، انا جبت لك الاوضه بتاع امي اهو، دخلت عليها هي ونامت بالليل الساعه 3 وخدت منها. بس بالله عليك يا عبدو، تفك زنقتك دي وتسدد فلوسك، وبعد كده هو ترجحوا لي تاني على طول. خلاص انا قلت لك هخلص بس المصلحه بتاعتي دي وهقبض قرشين واروح للراجل بتاع الذهب اللي انا بحوله اخده تاني وارجعه لك. اوعى تخليه يضيع ولا يسيحه يا عبدو، انت عارف امي ممكن تروح فيها، ده اصلا هي ورثه عن ستي وشايلاه. خلاص ماشي، روح انت بس عشان امك ايه ما تقلقش عليك، روحي. طيب بالله عليك، ماشي؟ ماشي روح. افرح يا معلم. بص يا اسطى، حاسس في نصيبة جاية يعني. بس اسمعني بس، ونصيبة انت مالك انت مال الموضوع دي؟ انا هديك نسبتك من الموضوع دي وانا هتعامل. خلاص؟ ايوه. ازاي يعني؟ هفصله، بس انا هروح افصله واشوف ايه دينته. يلا سلام. ربنا يهديك يا عبدو. لو سمحت. نعم. هو عبدو فين؟ عبدو؟ اه عبدو صاحبك اللي كان قاعد معاك المرة فاتت لما انا جيت له. لا عبدو، ادينا وديك الوسع سافر. اه سافر البلد يعني 10 ايام كده او اسبوع هيكون جه؟ 10 ايام؟ ده سفر الكويت ولا سفر الكويت هيجي دلوقتي؟ سفر الكويت؟ يا لهوي. ايه فيه؟ يا لهوي، ده انا امي هتموت فيها لو عرفت ان انا خدت العقد بتاعها واديتهوله. طب اعمل ايه دلوقتي؟ منك لله يا عبدو، منك، ده انا امي هتموتني.